الدعاء لمن سقاه أو إذا أراد ذلك. يقول: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. الدعاء إذا أفطر عند أهل بيت، يقول: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. دعاء الصائم إذا حضر الطعام ولم يفطر، إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. ومعنى فليصلي أي فليدع. ما يقول الصائم إذا سابه أحد؟ يقول: إني صائم، إني صائم. الدعاء عند رؤية باكورة الثمر، يقول: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. دعاء العطاس: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال له يرحمك الله فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم. ما يقال للكافر إذا عطس فحمد الله؟ يقال: يهديكم الله ويصلح بالكم. الدعاء للمتزوج، يقال: بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير. دعاء المتزوج وشراء الدابة: إذا تزوج أحدكم امرأة أو إذا اشترى خادما فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك. الدعاء قبل إتيان الزوجة، يقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. دعاء الغضب، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دعاء من رأى مبتلى، يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. ما يقال في المجلس. عن ابن عمر قال: كان يعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة من قبل أن يقوم: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور. كفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الدعاء لمن قال غفر الله لك، يقال: ولك. الدعاء لمن صنع إليك معروفا، تقول: جزاك الله خيرا. ما يعصم الله به من الدجال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. والاستعاذة بالله من فتنته عقب التشهد الأخير من كل صلاة. الدعاء لمن قال إني أحبك في الله، تقول: أحبك الذي أحببتني له. الدعاء لمن عرض عليك ماله،
تقول: بارك الله لك في أهلك ومالك. الدعاء لمن أقرض عند القضاء تقول: بارك الله لك في أهلك ومالك. إنما جزاء السلف الحمد والأداء. دعاء الخوف من الشرك تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. الدعاء لمن قال بارك الله فيك تقول: وفيك بارك الله. دعاء كراهية الطيرة تقول: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. دعاء الركوع تقول: بسم الله والحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. دعاء السفر الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوِ عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. دعاء دخول القرية أو البلدة تقول: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. دعاء دخول السوق تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الدعاء إذا تعس المركوب تقول: بسم الله. دعاء المسافر للمقيم يقول: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دعاء المقيم للمسافر يقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. ويقول: زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. التكبير والتسبيح في سير السفر. قال جابر رضي الله عنه: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحناه.